السلام على رسول الله الكرام. ربنا اجعلنا نتخلص من عيوبنا بقدر استطاعتنا وبقدر رحمتك بنا. آمين 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 يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضا. ربي فسرنا علاش حالكم مرلة، ما فيها كان شقاء، فيها كان صخب وشكاوى بلا حد. قولوا لنا تقتلوا بعضكم ولا واحد يعرف علاش قتل ولا لا علاش تقتل، وتدعون الإسلام والعلم الإسلامي وفي مليار ونصف مسلمين ومسلمات، وهات هات مهلاوي مين الإسلام؟ الإسلام نعرفه سلام، نعرفوا الإسلام يا رب الأنام، نعرفوا أمن وأمان، هذا هو الإسلام. أما اليوم تغليوا وتقتلوا بعضكم، قال شنو؟ قال أنا غير الدين وهذاك عدو الدين، حسب ما يتهيأ لك. هذاك فترة نتاع ما عجبتكش، ولا فترة نتاع ما عجبتكش، أنت ربما هذيك تشرفك وتوريك الإسلام الحقيقي رغم حالها. ممكن مش واعي بالمية باش تستر روحك كما يلزم، مش واعي بالمية ولا ما خلى حد في محيطها، خليها تلبس كما أمر الرحمن. لا، زوجها الفاسد حبك دائما الركة عريانة، إني سمعت فيها وإهانة لأنوثتها. يا ناس راكم بالله العظيم ما أنا من نجموش نصو حوالكم، لأنه قبركم فات كل توقعات. ولا احذروا اللي تعملوا فيه تو، مش تحصدوا البذرة ذاية، تحصدوا حصاد الهشيم، لكن الهشيم اللي حرقكم أبدا الأبدين. والسلام على من اتبع الهدى.